سلام فيت ماميز، ان شاء الله تكونوا كامل الملاح. اليوم اخر يوم عندي في ريجيم 13 يوم لانقاص من 7 الى 20 كيلو. ان شاء الله تكونوا كامل فرحانين، ان شاء الله تكونوا كامل راضيين بالنتائج. صبرا ثم صبرا ثم صبرا حتى تكملوا 13 يوم. حاجة أخرى، أكثر سؤال، واش نديرو من بعد ريجيم 13 يوم حتى نبقى ونخسر وزن؟ غدوة إن شاء الله أنا نزل لكم يوم كامل من الأكل قليل الكربوهيدرات باش تعرفوا واش تاكلوا. راح نديرو يومين قليل الكربوهيدرات ثم يوم فيه عالي الكربوهيدرات زائد وجبة مفتوحة. ياي enfin راح ترجعوا لحياتكم العادية. بون بور اجوردي ولا لليوم عندي قهوة سوداء زائد ملعقة سكر زائد قطعة خبز 30 غرام. في الفطور كاين حبتين بيض مسلوق وجزرة كبيرة مبشورة عليها 10 قارص، وبيان سور اون اوبلي با ولا ما ننساوش الاوميغا 3 لتفادي كل الالتهابات في الجسم، سواء احنا دايرين ريجيم ولا ماش دايرين ريجيم. مفيدة جدا، الاطباء ينصحوا بها البنات، هذه ماهيش دواء، هذا مكمل غذائي. بالنسبة للعشاء كاين دجاج، صدر الدجاج ومعها سلطة بالصلصة المعتادة، ملعقة كبيرة زيت الزيتون، عصرة ليمون وملح. هذه يا خواتاتي، إلى اللقاء، إلى الغد، انتظروني، باي باي، أحبكم.